اولا نحب نشكر الجماهير التونسيه على استقبال الشعب هناك كيف استقبال الرسمي اليوم خلال سيقين بالعمل وبقيه الطاقم الذئي العام معه مجلس التجاري التونسي في قطر. لقينا حاجات تشرف وتنور وتحملنا مسؤوليه وتشجع اللاعبيه وتشجع كل المتواجدين في الوفد باش يضاعفوا العمل والمجهود باش نحاولوا نساعدوا الجماهير التونسيه اينما كان. انا يلزم كل الجهود نتاع الاتحادات الوطنيه العربيه تتضامن مع وتساعد الاتحاد القطري لكره القدم باعتبار انه اول تظاهره عالميه تكون لكره القدم تكون على ارض عربيه. البوادر كلها ايجابيه من خلال تسهيل اجراءات المطار، من خلال الملاعب، من خلال الفنادق، من خلال ملاعب التدريب، ولكن يبقى هذا المجهود يومي. اكيد لجنه المنظمه لها من الخبره كافيه مجهود يومي لتسهيل كل ما يمكن تسهيله لجامع الوفود. وبعد الميدان كيف ثم تحضيرات اخرى مصادة اللجنه المنظمه مع الاتحاد الدولي لكره القدم كما كانت دائما متميزه وتكون كاس عالميه تشرف الناس كل شعب. الجماهير التونسيه كانت ظاهره ايجابيه متميزه في العالم اينما حلت، في روسيا، في قطر، في 2021، في تونس، في عديد المحطات. وان شاء الله بقدره السميع العليم حتى في كاس العالم 2022 يكون الجمهور التونسي كعادته متميز وله علامه خاصه في كل التظاهرات. وان شاء الله نحن كمنتخب تونسي نعمل ما يسعد الجماهير هذه باش يكون العرس كامل ومتكامل ان شاء الله. بالنسبه اللي نحن ما وقت لقينا الجمهور هذايا معناتها قدام النزل نتاعنا وشفنا الحفاوه نتاع الاستقبال والعباد معناتها التوانسه الشعب التونسي الكل متواجد قدام المقر نتاعنا، شيء معناتها يفرح برشا وشيء معناتها يخلينا يزيدنا عزيمه باش نخدموا على رواحنا ان شاء الله بقدره ربي ونكملوا معناتها التمارين نتاعنا على احسن ما يرام وظروف معناتها ملائمه ان شاء الله بقدره ربي نكملوا نواصلوا كما هكا باش نفرحوا الشعب هذا باش نكونوا على حسن ظنه وما نخيبوش ظنه خاطر الناس اللي تجي كما الطريقه هذه وكما شفناها معناتها تزيدك اصرار وتزيدك معناتها قوه وعزيمه باش الواحد يتحدى روحه وينجم كل ملاعب وكل مسؤول معناتها يعطي ما عنده 200% وقدر ربي فما كان خير وان شاء الله نفرحوا الشعب الكريم هذا. انا تو كي شفت الجمهور هذا ما عادش حاس ما فماش لا خلافات لا فما حتى شيء، نشوف الجمهور هذا كل شيء يتبدل في مخي وكل شيء يتبدل في مخ كل ملاعب ولا كل مسؤول وما عادش عندنا الخلافات وكل شيء ما نسيناهم. انا قلت صراحه معناتها تو معناتها الشيء اللي يعز بنفسه واحد كي يلقى جمهور كيما هكا متعاطف وجاي معناتها بجمهور غفير كيما هذايا وجاي يشجع في الفريق. الخلافات والواحد هذوما في تونس ما عادش ما فماش بالنسبه لي انا ما عادش فما حتى خلاف. احنا اليوم عندنا التيران، عندنا المستطيل الاخضر، عندنا المقابله الاولى، نركزوا وقدره ربي نعملوا حاجه وبعد يعني معناتها لكل حادث حديث.